ما تفسير اللمم؟ قال ابن عباس: من رأيت شيئا أشبه باللمم مما ذكر أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخطو، الأذنان تزنيان وزنهما الاستماع، اللسان يزني وزنه الكلام، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.